السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وروتين غذائي جديد. انا شخصيا توحشت بحال هذه الفيديوهات، الى توحشوها وبغيتوا مزيد من الروتينات قولوها لي في التعليقات. اذا عندي مجموعه من العناصر الغذائيه، عندي فواكه، عندي مجموعه من الخضر، عندي بروتين حيواني، عندي تمر، وعندي سميده الذره كذلك. مجموعه من العناصر اللي غادي نحضروا بها روتين غذائي متنوع وصحي. بقاو معايا حتى الاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه. اذا بالنسبه لوجبه الفطور غادي نحضروا عصير الموز والاجاص. عصير كيجي بنين بزاف، المذاق ديالو محبب للطفل. طبعا الفواكه من افضل العناصر اللي ممكن نقدموها في وجبه الفطور للطفل في هذا السن هذا. اذا غادي نستخدم موزه كامله مع نصف اجاصه. طبعا الموز كنقدروا نقدموه في الاول بلا ما يطيب كيف ما هو على شكل كومبوت، لكن الاجاص يستحسن اذا كنت اول مره غادي نقدمه نطيبه باش القوام ديالو كيكون محبب اكثر للطفل. اذا هنا غادي نطحن المكونات اللي عندي بشويه ديال الماء مع ملعقه من بودره الحليب الاصطناعي. كيف ما كتشوفوا عملت ملعقه صغيره مع نصف كاس ديال الماء تقريبا. اذا حتى الامهات اللي كيرضعوا رضاعه طبيعيه حصريه فممكن جدا تاخذ واحد العلبه ديال الحليب الاصطناعي وتخليها عندك فقط للوصفات اللي كيكون داخل في التكوين ديال الحليب. اذا عندي او في التحضير ديال الحليب عندي هنا. اذا بالنسبه للقوام طبعا كيف ما كتشوفوا كيجيب هذا القوام هذا، تقدروا تخافوه اكثر او تقلوه شويه. اذا بالنسبه لوجبه الغداء عندي مجموعه من الخضر. طبعا العنصر الاساسي والضروري في وجبه الغداء هما الخضر. عندي هنا قرعه خضراء، قرعه حمراء، بطاطا حلوه، بطاطا عاديه، عندي شويه ديال الطماطم، عندي الجلبانه، معدنوس، وثلاثه ديال المكعبات من صدر الدجاج. طبعا جميع هاد الخضار جربناها من قبل وقدمناها للطفل بقاعدة 3 أيام، يعني كنقدم كل خضرة بوحدة، كل صنف على حدة، حتى كنتأكد من التقبل ديال طفلي. ياك ماشي مكون معين ما غاديش يجي معاه، غادي يسبب له إمساك، إسهال، حساسية، ثم عاد كنقاد البرنامج الغذائي ديال طفلي. إذا الخضرة ديالي غسلتها، نقيتها مزيان، وكنقطعها قطع صغيرة. بالنسبة للكمية ديال الماء ما نعملش ماء اللي هو كتير، باش ديك الماء كله اللي غادي يطيب لي فيه الخضر ديالي به نطحن، فماشي غادي نتخلص من ديك الماء عاد نطحن، لان هكذا غادي نكون ضيعت الفوائد ديال الخضرة، الفيتامينات والمعادن اللي فيها مشات لي في الماء. فباش تجيني الصوبة ديالي تقيلة شوية وتكون فيها جميع العناصر الغذائية ديال الخضر، نعمل كمية قليلة ديال الماء. بالنسبة للأمهات اللي كيستخدموا البخار، يعني كيبخروا الخضر، كتضيف شوية ديال ديك المانيس اللي تبخرت فيه الخضرة وكتطحن به. اذا كيف ما كتشوفوا هنا، طبعا بدون إضافة لأي شيء، لا ملح، لا حتى شي حاجة. اذا هانتوما كتشوفوا ملي كطيب لي الخضره ديالي كتشرب ديك الماء، كتبقى فيها واحد الكميه قليله ديال الماء كنطحن بها. هانتوما كيف ما كتشوفوا، ثم كنطحن حسب القوام اللي كياخذ به طفلي الطعام ديالو. طبعا قلنا بعد 8 أشهر 9 أشهر كنبدا ننتقل القوام، ما كنطحنش مزيان، يعني كنخلي دوك القطع الصغيره باينه ديال الخضره باش ما كنلقاش مشكل من بعد مع طفلي. بزاف ديال الامهات كيتشكاو من ان طفلي وصل لعام ونص، وصل لعامين، وباقي كيرفض تماما القطع في الفم ديالو. اذا هنا نسيت باللي ما عملتش زيت الزيتون، غادي نعمل ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، مفيدة جدا، كتغني لي الوصفة ديالي أكثر. وكذلك بالنسبة للأطفال اللي كيجيهم إمساك فهي مفيدة جدا جدا مع الخضر. كنستمر في الطحن كيف ما كتشوفوا. استخدم أي ميكسور عندك، أنا هذا كيعجبني، كيجيني يعني عملي أكثر وسريع في الخدمة ديالو، كيطحن مزيان. إذا كيف ما كتشوفوا القوام كيجيني على هذا الشكل هذا، كتجي رائعه وممتازه. الخضره ملي كنوعوا هكذا فيها الخضار زائد الربيع معدنوس كيعطي واحد الرائحه جميله، حتى المذاق ديالها كيكون رائع وكيبغيه الطفل واخا بلا ملح بلا والو.
إذا وصلنا لوجبة العشاء، غادي نقدموا فيها سميدة الذرة بالتمر. هذه السميدة هذه اللي ممكن نقدموها للطفل في بدايات التنويع الغذائي، لأن الذرة بحاله بحال الأرز ما فيش جلوتين، فما نخافش على طفلي، فنقدر نقدم له في بدايات التنويع الغذائي. هنا غليت الماء مزيان، ضفت ملعقة من زيت الزيتون مع جوج ديال الملاعق كبار من سميدة الذرة. هنا الكمية اللي حضرت لطفلين، فتقدر تعمل فقط ملعقة واحدة من السميدة مع تمرة واحدة. إذا كنحرك السميدة ديالي واحد شوية، ملي كطيب كنضيف التمر فقط كيرطب لي شوية مع السميدة، وكنطحن المكونات. كتجي رائعة، المذاق ديالها ممتاز. طبعا لا إضافة ديال حتى شي حاجة، لا ملحة لا عسل لا سكر لا والو، فقط التمر كيعطيها واحد المذاق محبب جدا للطفل. وكنطحن المكونات ديالي مزيان، وهذا الشكل النهائي ديالها. اذا وصلنا لنهايه الفيديو، الى كنت جداد على القناه تنضموا لنا وضغطوا على الزر الاحمر. الى بغيتوا روتينات غذائيه اخرى قولوها لي في التعليقات. نشوفكم فيديو مقبل. السلام عليكم.